ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحمل يوم السبت 2 ابريل نيسان 2022. بالنسبه ليك النهارده يا حمل، كل الحاجات اللي انت كنت بتهدف انك توصل ليها في حياتك النهارده هتبتدي تظهر من فتره كبيره جدا انت كنت بتحلم انك توصل ليها النهارده، هيصبح من خلالك النهارده انه هيبقى ممكن انك توصل لكل اهدافك دي وتوصل ليها بشكل كبير. وده طبعا ممكن يخليك تدفع شويه من ثمنه في طاقه هتبقى جديده عليك، هتبقى نابعه من دعم كبير جدا جدا في يومك ده، هيكون بيقدم ليك النهارده بشكل كبير ومن كل صوب علشان يتمم كل الخطوات الاخيره اللي ممكن تكون لازمه في طريقك النهارده واللي هتكون بتستدعي منك انك تقوم بيها. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة، بنصحك انك تبقى منتبه اكتر لكل الحاجات اللي بتخليك تميل علشان تعمل مواجهة النهاردة وتطرح نوع من انواع التحديات في يومك ده في كل مجالاتك النهاردة، حتى مع زملائك في الشغل وحتى مع اللي بيشتغلوا معاك النهاردة هيبقى في ميل للمواجهة بشكل كبير جدا. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة، ممكن تلجأ انك تخفي مكان اقامتك بشكل كبير، مش حابب ان اي حد يعرف انت ساكن فين بالظبط، او حتى ممكن يتطلب الموضوع انك تسيب بيتك في اليوم ده، او حتى انك تبتعد شوية عن كل الاشخاص اللي هم محيطين بيك واللي عارفين مكان اقامتك بشكل كبير. هتعتمد النهاردة انك تتنقل بشكل دايم، ده هيكون مودك في اليوم ده وهيسيطر عليك بشكل كبير، خاصة في المكان اللي انت بتختبر فيه مدى حبك النهاردة لشريكك بشكل كبير، يبقى مكان مناسب ليكم انتوا الاتنين وانتوا الاتنين تبقوا مرتاحين فيه بشكل مناسب. بالنسبة ليك صحيان النهاردة، عليك بس انك تتروى شوية وتصبر شوية، لان دايما القلق اللي بيواجهك في يومك ده نابع من عدم الاهتمام بصحتك، ولا حتى انك بتراجع طبيبك لما يكون في اي شعور بالألم ممكن يكون بيظهر في جسمك النهاردة، فده غلط كبير جدا جدا. لازم انك تصبر وتحاول تفهم طبيعة جسمك وطبيعة الحركات اللي ممكن تكون بتظهر فيه واللي ممكن تبقى مش طبيعية علشان تعرف تلحق نفسك. حركة الكواكب اليوم بيتماشى عطارد مع تشرن في الصباح ده، وبيكون بيأثر مع الشمس لحد المساء، في حين ان الوحي عندك هيكون مش مريح بشكل كبير، هنكون منفتحين على اننا نتعلم اكتر ونشفي نفسنا، هيكون عندنا فرصة حلوة علشان نرغب في اننا نتكلم اكتر ونفكر اكتر في كل مشاعرنا النهاردة وكل حساسياتنا وكل قضايانا وكل اهتماماتنا، هنكون في تحسين لفهمنا الحدسي وهنكون بنكتذب لكل المشاكل اللي ممكن تظهر قدامنا ولكل مخاوفنا وعدم أماننا اللي ممكن نكون بنشعر بيه في رغبة في أننا نصلحه. تشجعنا النهاردة في عمليات العبور دي على أننا نفتح عقولنا بشكل كويس ونتعلم من بعضنا البعض من كل ظروفنا اللي ممكن تكون بتظهر قدامنا النهاردة، ونحاول أننا ندفع إدراكنا الوضوح والمفاجئ اللي هيكون علشان ننمو بشكل كويس ونتحسن. هنكون منفتحين بشكل لا يصدق على طرق جديدة جدا علشان ننظر من خلالها مشاكل هتكون في حياتنا بشكل كبير وبشكل عام، هنكون اكتر حساسية من المعتاد لكل الفروق الاتصالات اللي ممكن تكون دقيقة جدا جدا واللي هتخلينا نقول او نكتب كل التأثيرات اللي ممكن نكون بنمر بيها دي في السراء والضراء. الوقت هيبقى ممتاز علشان نملأ تفاصيل كتيرة جدا للأفكار الحديثة ونحولها لاكتشافات حديثة جدا جدا لحاجة هتقيم عملنا في يومنا ده. ممكن من خلال الموضوع ده يكون في عيد لليوم ده او إضاءة مادية هتنقي هوائنا اليوم ده، مع كده ممكن نكون بنرغب في اننا نراقب قضايانا اللي ممكن نفكر فيها واللي بتتطلب حساسية كبيرة جدا. بيواصل القمر عبوره لبرج الحمل المباشر لحد ما يدخل برج السور المعتمد، وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.